صورة الانشقاق بعد كده. ربنا بيتكلم عن الناس اللي خدت كتابها بيمينها والناس اللي خدت كتابها ورا ظهرها. مرة قال ان في واحد بياخد كتابه بشماله، ومرة قال بياخد كتابه من ورا ظهره. بيتكلم بيقول عنه: واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الثبور الهلاك يعني انه كنت ورا ويصلى سعيرا. والعياذ بالله. بيوصف حاله في الدنيا وصفة غريبة جدا: انه كان في اهله مسرور. الله الله، يعني واحد ما يفرحش؟ يعني ايه انه كان في اهله مسرور؟ يعني ايه؟ الله، يعني الفرح محرم علينا ولا ايه؟ ولا الفرح مش كل فرح؟ ولا السرور ما هو قال القارون: ان الله لا يحب الفرحين. فقالوا الفرحين اي البطرين اللي بتبطر بالنعمه في التفسير يعني. طب السرور بقى، السرور بقى له مال الفرح؟ السرور ظهور السعاده على الوجه، على الاسارير، على اسارير الوجه. ربنا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بالهدايه وتفرح بالطاعه وتفرح بالقران وتفرح بالاسلام وتفرح بالدين، كل ده كويس. طيب وابني نجح ما فرحش؟ بنتي اتجوزت ما فرحش؟ ولا افرح؟ الفرح له حدوده، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. وقلنا المقصود بيها مش معقول الواحد ما يحزنش، لازم هيحزن بس بالحال. وقلنا بقى حكايه الدكاتره يقول لك اوعى تنفعل وما ينفعلش، وبسيب بالحال. فكلمه انه كان في اهله مسروره محتاجه ان الانسان دايما ياخد باله من نفسه من اي شيء يسر. طب ابني نجح افرح، افرح بشرط، بشرط افرح لما انت عاوز، بشرط واحد بس. يعني ممكن افرح وبالغ الفرح وزغرط؟ اي بشرط تقول الحمد لله اللي نجحهم. خلاص عديت. البنت اتجوزت افرح لما انت عاوز. يا سلام، فضل الله سترني وستر بنتي، الحمد لله. وافرح بقى عشان يبقى كأنك بتوصل لقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يبقى تنسب كل الشيء لفضل الله. تعدي تعدي.